أولا أنا أتوقف النهاردة مع أحد القراء من الجيل الذهبي وهو الشيخ محمد سلامة. برأي حضرتك ما هي ملامح مدرسته لأنها بعد كده انطبعت على تلاميذه وعلى أبنائه من القراء بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أن سيدنا الشيخ محمد سلامة رحمه الله تعالى وهو مولود 1899 يعني نهاية القرن، يعني فاضل سنة ونقفل على 1900 وتتغير 18 إلى 19. الراجل ده محمد سلامة ربنا يعني أطال في عمره قليلا فمات 82، يبقى بالشكل ده كان عنده 83 سنة عند الوفاة. في هذه الرحلة الشيخ محمد سلامة كان يأخذ نفسه بالشدة والقوة والهمة، فكان يظهر أمام اللي واخدين المسألة سهلة وميسرة ويفعل فيها ما يشاء بأنه يعني متشدد شوي. هو ما كانش كده، هو كان بيتقي الله تملي ومعتز بالقرآن وخايف يكون سببا لأي مسيس ومساس بهذا الكتاب العظيم، فتلاقيه تملي ايه متحفظ يعني متحفظ كده متحفظ في نفسه علشان ما يقعش في الغلط. لكن هو من مدرسة ومن بركات محمد الصيفي طبعا، واخد بالك. والغريب ان وهو تلميذ محمد الصيفي تماما وهو أستاذه، حتى انه كان يلازمه ملازمة الظل. مش هنقول بقى ازاي راح الكتاب وحفظ وعمل القراءات واتقن والتجويد وكذا، لكن الشيخ محمد الصيفي كان قارئ الصورة في السيدة فاطمة النبوية. نعم. كان تملي معاه. كان تملي معاه. ملازم لي على طول. ملازم يعني. لدرجة إن الشيخ محمد الصيفي عنده ظرف، عنده حاجة طارئة، ما قدرش يروح النهاردة صلاة الجمعة لأي سبب إن كان في البلد في هنا في هنا. أم الشيخ محمد سلامة يقرأ مكانه، يسد مكان الشيخ الصيفي، واخد بالك. فارتبط بالسيدة فاطمة وارتبط بسيدنا الشيخ محمد الصيفي. فالمهم الحاصل إنه الشيخ محمد سلامة مسك بعد الشيخ محمد الصيفي فاطمة النبوية. الشيخ محمد الصيفي راح سيدنا الحسين وهو راح ماسك مكان. تمام. دي كانت مات 55، قعد 12 سنة في سيدنا الحسين، وده استمر لغاية 82 وهو بيقرأ في سيدنا الحسين. من 43 ل 82 كام سنة؟ 40 إلا واحد. واخد بالك. هم بيكتبوا يقول لك ايه؟ وجلس يقرأ في السيدة فاطمة 50 سنة. مجازا يعني، لأنه طول يعني. لا مش مجازا، ده حقيقة. ليه بقى؟ هم الفين العشر سنين راحوا فيه 11 سنة. ما هو ظل الشيخ محمد الصيفي. أيوة صحيح. ما هو في العشر سنين دول اللي هم الفرق بين الأربعين والخمسين. يعني شوف، ده يخليك ما تبادرش للإنكار. صح. ويجب ان انت وانت بتقرا تبقى واعي، واخد بالك، ما تنقلش كده وبس وخلاص. أيوة. وتقول 50 سنة وبعدين يطلع 40 سنة وبعدين تحتار بين الخمسين والاربعين فتنكر. ده اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، اللي هو يعني ايه اسمه العلم تيكاوي، بالشبه. لا بالشبه. لا احنا عايزين بالتحرير. فعلا هو كان يقرا قبل 43 بعشر سنين ما كان الشيخ الصيفي، لما كان الشيخ الصيفي بس مين اللي مكتوب عليه اسمه في المكان ومين المعين؟ الشيخ محمد الصيفي. الشيخ محمد سلامة
كان يحب اتنين زي عينيه ويعتبرهم من أبنائه، الشيخ البهتيمي والشيخ المنشاوي. يا سلام. فهم اتربوا في بيته وأقاموا عنده إلى هذه الحالة. وبعدين جت سنة 69 الشيخ الشيخ البهتيمي مات الأول في فبراير، وبعديه في يونيو 69 مات الشيخ المنشاوي. هما كانوا الاتنين يحبوا بعض قوي، البهتيمي والمنشاوي، ومدرستهم واحدة، والمدرسة دي أطلقت عليها مدرسة سلامة، بالرغم ان هي في حقيقتها مدرسة الصيفي، والشيخ الصيفي هو اللي كان جايب الشيخ البهتيمي، هو اللي جايب كل الحاجات دي. ولكن بالرغم من كده وبالرغم من ان هو صاحب المدرسة الاساسي، الا انها نسبت الى الشيخ سلام. فحضر الشيخ سلامة في وفاة البهتيمي، فقالوا له قوم اقرأ. هو واقف في العزة ياخد العزة، معتبر انه ده ابنه اكيد، فقال هقرف في ميتم ابني، لا حول ولا قوة الا بالله، وبكى ودخل. وبيقول لك لما قرأ في ميتم الشيخ البهتيمي اللي هو بيعتبره ابنه، يعني ابدع ابداعا شديدا. فكان ينافس سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل. حد ينافس مولانا الشيخ مصطفى ما هو اكبر منه بست سنين. يعني مصطفى اسماعيل سنه 5 مظبوط، وده سنه 99، الفرق بينهم 6 سنين مظبوط. فكان لما يجتمعوا في مكان او كذا الى اخره، قوم ايه يطول في القراءه جدا علشان يعني ايه يعاكس شويه سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل.